وللمزيد معنا من مدينه العالمين الجديده مراسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود ارحب بك ويعني حدثنا عن ابرز ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان العالمين وابرز الفعاليات التي من المنتظر ان تبدا مع بدايه المهرجان ارحب بكم من مدينة السحر والجمال من مدينة العالمين الجديدة بالفعل يعني منذ قليل انتهى المؤتمر الصحفي الخاص بالاعلان عن تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة وربما هذا المؤتمر يعني اتضح من خلاله الاهتمام الكبير والاستعداد الاكبر للنسخة الثانية التي ستتضمن عدد كبير من الفعاليات سواء كانت الثقافية او حتى الفنية ولكن ربما هذه النسخة سيتم التركيز فيها على يعني فاعليتين همتين الفعاليه الاولى ستكون خاصه بمهرجان نبته هذا المهرجان هو خاص بالاطفال سيكون هناك عدد من المسرحيات الخاصه بالاطفال وعدد ايضا من الانشطه الترفيهيه وعدد من المسابقات الخاصه بالاطفال والمناسبه للاسر والعائلات في هذه النسخه وهي النسخه الثانيه اما ايضا المسرحيات وهو مهرجان الترفيه سيكون هناك عدد كبير من المسرحيات التي سيتضمنها المهرجان في نسخته الثانيه في في مدينه العالمين الجديده وايضا ستنطلق الفعاليات في الحادي عشر من يوليو الجاري وستستمر حتى الاسبوع الاول من شهر سبتمبر بالعديد بمشاركه العديد من نجوم الوطن العربي وايضا النجوم الدوليين في الفعاليات الدوليه او الفعاليات الرياضيه تحديدا ثم الفعاليات الفنيه ايضا سيكون هناك عدد كبير من الحفلات وتحدث الاستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركه المتحده للخدمات الإعلامية على أنه سيكون هناك ما يقرب من عشر حفلات غنائية بالإضافة إلى ما يقرب من خمسة وثلاثين فعالية مختلفة للترفيه وأكد هنا أيضا على اهتمام الشركة المتحدة بصناعة الإعلام والترفيه والمهرجانات وأيضا في هذا الصدد تم الإعلان من خلال المؤتمر الصحفي أن 60% من أرباح المهرجان ستتجه للأشقاء الفلسطينيين وأكد أن يعني علم فلسطين سيرفرف أيضا مع علم مصر خلال الفعاليات المختلفة أيضا انطلق من هذه المنطقة في النورث سكوير في مدينة العالمين الجديدة وقد تم الاستعداد من خلال هذه المنطقة عن العام الماضي بها عدد كبير من الـ يعني المحل التجارية وبعض أيضا المولات التجارية التي أصبحت موجودة بشكل جديد ومختلف في مدينة العالمين الجديدة أيضا تحدث الأستاذ أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن أهمية مدينة العالمين الجديدة وأيضا الاستثمارات القوية الموجودة في هذه الفترة في مدينة العالمين والتي تجعل الشركة المتحدة تهتم دائما بهذه المدينه والترويج للسياحه ايضا في هذه المدينه وكان هناك يعني حضور عدد كبير ايضا من الشركات الراعيه لهذه النسخه وايضا هذا يدل على المجهود الذي تبذله الشركه المتحده للخدمات العالميه في التنسيق والتعاون مع كل الشركات الراعيه وربما اعلن الممثل هذه الشركات من خلال الحديث معهم عن حرصهم للمشاركه للعام الثاني على التوالي بعد النجاح الذي ابهر العالم في النسخه الاولى ومشاركه عدد كبير من الزائرين نتحدث عن ان الزائرين في النسخه الاولى تخطوا فوق المليون زائر لمدينه العالمين الجديده ومتوقع ان يزيد هذا العدد في النسخه لا. الثانيه نظرا للاهتمام الكبير ايضا تحدث الاستاذ عمرو الفقه عن التعاون ما بين الشركه المتحده وهيئه الترفيه السعوديه وان هناك عدد من المسرحيات سيتم رعايتها وعدد من الحفلات سيتم رعايتها برعايه موسم برعايه هيئه الترفيه وعدد اخر من المسرحيات لترعاها الشركه المتحده في موسم الرياض فبالتالي يعني نتوقع نسخه ثانيه قويه تشهد عدد كبير من الفعاليات وحضور ايضا أكبر, اكبر عدد من زائري مدينه العالمين الجديده والان نعم. برجع لكم مره ثانيه في الاستوديو شكرا جزيلا لك محمود جميل مراسل التلفزيون المصري كنت معنا مباشره من العالمين الجديده